السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نعمل معاكم وصفة شامية كتير طيبة، هي الصفيحة. طبعا الصفيحة الشامية هي بنوعين، إما بندورة أو باللبن. رح نعملكم إياها اليوم بالبندورة. طبعا في فرق بين الصفيحة الشامية والصفيحة التركية، اللحمة بعجين بالطريقة الأصلية. خلوكم معنا وتابعوا الوصفة للأخير، ولا ننسى قبل ما نبلش خلونا ندعي لأهلنا وإخواننا بالرباط والسبات، الله ينصرهم ويحميهم يا رب. عندي كيلو من اللحمة، طبعا اللحمة هي من الخروف، ومدهنة. عندي كاس كبيرة من البندورة مبروشة أو بمحضرة الطعام. عندي 3 بصلات ناعمين، كمان إما ناعمين بالسكين إذا بتحسني أو بمحضرة الطعام. دبس رمان عندي ربع كاسة. عندي معلقة فلفل أسود، معلقة بهار مشكل، البهار الحلو أو السبع بهارات، ومعلقة ونص من الملح. وهلأ بدنا نعجن اللحمة. نمزج المكونات كلها. بسم الله، بننزل البندورة والبصل. طبعا أنا البندورة والبصل مصفيهم من المي. بننزل البهارات، نعجن شوي. الله. وبننزل دبس الرمان. طبعا دبس الرمان انتو على هواء ما بتحبوا حموضة الصفيحة، بإمكانكم كمان إذا بتحبوا تحطوا سماء معها. هلا بنكمل عجن. هلا بعد ما خلطناهم بدنا نصفيهم بالمصفاية. بننزل اللحمة منشان كل شيء عصارة عنا من المي تنزل. إذا بس بدنا نحطها على العجينة ما تتلزق العجينة وما تفرط أو ما تتشقق العجينة، نغطيها بكيس نايلون ونخليها على جنب. هلا أنا عندي طحين، طبعا الطحين متعدد الاستعمال. بسم الله، كيلو سكر، معلقتين، معلقة خميرة بالدعيرة، معلقة خميرة كبيرة تقريبا، ظرف إلا شوي، ملح كمان معلقة، بمعلقة كبيرة طبعا من اللبن. بسم الله، بحركهم أول إشي. بعدين بدي أنزل بالمي الفاترة. ليش فاترة؟ منشان تتفاعل الخميرة. بسم الله. طبعا بالنسبة للمي ما في عيار محدد، كل واحد هو والطحين اللي بتستعمله. لقيتوها شوي رخوة منحط لها طحين، لقيتوها كتير جامدة منحط لها شوية مي. طبعا بعد ما تخلص هلا العجين احنا بدنا نحط لها شوية زيت، تقريبا معلقتين زيت نباتي منشان تنعم وتصير طرية شوي. هلا بنضيف الزيت. بسم الله، ما تكتروا زيت، تقريبا مثل ما قلت لكم معلقتين. هلا بعد ما خلصت من العجانة الأخيرة، ذهب الله الرحمن الرحيم، بحطها على سطح العمل أو على المجلى. بس شوي شي دقيقتين بإيدي بلمة. شايفين ما أحلاها؟ بسم الله، ذهب. على نفس الطاسة حطها، بغطيها بالنايلون، بنروح بنصلي ونرجع. بعد ربع ساعة اختربت عنا العجينة. بسم الله، نفتحها، شايفين مثل الذهب. العجينة كتير حلوة. بسم الله ما شاء الله. هلا أنا بدي أقطعها قطع صغيرة. عينكم الميزان، إذا ما عندكم ميزان قطع صغيرة بهالحجم. عندكم ميزان يفضل. بدي أخليها 40 جرام، 45 يعني 40 45 40، إلا ما بأثر. عندي صينية كبيرة، بنرشها رشة طحين، منصف عليها ومنجيب خرقة المطبخ منغطيهم. هلأ بدي أشتغل كلاتهم على هذا الأساس. وهلأ هيك خلصنا التعريف، طلعوا تقريبا معاي على هالوزن 40 جرام ل 38 جرام، طلعوا معاي 43 قرص. هلأ بحطهم وبدي أبلش شغل فيهم. بسم الله، بغطيهم طبعا شوية طحين. عندي الشوبك، شايفين رق الورقة. طبعا هلا بس احنا بدنا نحط عليه اللحمة، رح يفرق معنا كمان شوي. هلا بنحطه على الصينية او بنحطه على جنب. انتو بامكانكم اذا بدكم تفردوه بالشوبك او اذا عندكم الباستا ماشين. بنضغط هون شوي العجين ومننزله هون. في درجات بدك تراعي كمان الدرجات تبعها. 6 البيت اذا ايديها بتوجعها كذا، هاي الآلة كتير بتريحها.
خمسة نكة صغيرة طحين على الوشين نفردها هون أهم إشي على الطرف بس بنضغطها شوي قبل ما ندخلها على الآلة ومننزلها بسم الله كمان لكة صغيرة بالطحين ما بدنا نكتر الطحين ومننزل شفتيها كتير سميكة أنا هون حاطة على رقم خمسة رقم أربعة الأرفع شايفين هذا هو الرق الحلو هلا بدنا نساويهم ونشكلهم بعد ما ننزل اللحمة بنرجع لكم إن شاء الله هلا أنا جبت هون صينية الفرن حطيت عليها ورقة الزبدة إذا ما عندكم ورق زبدة دهنة بسيطة من الزيت لا تكتروا الزيت الصفيحة ما بدها الزيت اللحمة حطيناها بالمصفاية طبعا رغم إنه أنا صفيت شايفين المرأة وإذا عندك صنوبر كمان بنحط هلا بناخد لحمة وبنفردها على عجينة نحط على كامل القرص بنراعي الطرف مع منجور على الطرف اللحمة بالنسبة لكمية اللحمة بالقرص انتو هوا اختياركم بدنا نشيل القرص نشيل القرص نضغط عليه وبنشيله شايفين وعلى الفرن هلا بدي احطهم الاثنين من تحت على اعلى حراره عندي هذا القرص بنفطه اذا في عليه طحين وبنمد واحنا عم نمد طبعا القرص بتمدد ما بضلوا على نفس السماكه بدكم تراعوا هاي النقطه هلا مثل ما قلت لكم شايفين ما احلاها شايفين بلش هون القرص ينتفخ الشغل كلياته مية مية مثل ما قلت لكم لانه الفرن صغير عندي لهيك شوي صعب باليوم ها كله مية مية الحمد لله هلا بس يطلع هون عنا الصفيحة بنحط صينية عليها ورقة زبدة والقماشة مجهزة وهي طلعوا من الفرن بسم الله شايفين الريحة خيال هلا مثل ما قلت لكم بدي احط تحت القماشة مشان تطرش شوي سلم هالايدين والله وهي الصفيحة صارت جاهزة بسم الله شايفين قديش رقيقة الله وهي هلا الصفيحة تبعنا صارت جاهزة الله 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 مثل ما شفتوا السفل شايفين ما احلى وهاي القرص هلا وهلا هيك لفيناه بهالطريقة بسم الله مع بنغطه باللبن شي عن جد فاخر على الاخر هيك العجينة اللحمة اسمك من العجينة الله 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 صحتين واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والتعليق واللايك سلام